يا فصيح صلى الله عليه وسلم، يا سيد صلى الله عليه وسلم، يا منتقى صلى الله عليه وسلم، يا إمام صلى الله عليه وسلم، يا باري صلى الله عليه وسلم، يا شافي صلى الله عليه وسلم، يا متوسط صلى الله عليه وسلم، يا سابق صلى الله عليه وسلم، يا مبتدي يا مقتصد صلى الله عليه وسلم، يا مهدي صلى الله عليه وسلم، يا حق صلى الله عليه وسلم، يا مبين صلى الله عليه وسلم، يا أول صلى الله عليه وسلم، يا آخر يا صلى الله عليه وسلم، يا ظاهر صلى الله عليه وسلم، يا باطن صلى الله عليه وسلم، يا رحمة صلى الله عليه وسلم، يا محلل صلى الله عليه وسلم، يا محرم صلى الله عليه وسلم، يا آمر صلى الله عليه وسلم، يا صادق صلى الله عليه وسلم، يا مصدق صلى الله عليه وسلم، يا ناطق صلى الله عليه وسلم، يا صاحب صلى الله عليه وسلم، يا مكي صلى الله عليه وسلم، يا ناهي صلى الله عليه وسلم، يا شكور صلى الله عليه وسلم، يا كريم صلى الله عليه وسلم، يا منيب صلى الله عليه وسلم، يا مبلغ صلى الله عليه وسلم، يا تعاصي صلى الله عليه وسلم، يا حامي صلى الله عليه وسلم، يا حبيس يا حبيب صلى الله عليه وسلم، يا حبيب صلى الله عليه وسلم، يا أولى صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. حالِ دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، میرا جینا میرا مرنا اب اسی چاکٹ پہ ہے، میرا جینا میرا مرنا اب اسی چاکٹ پہ ہے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك.